بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد اعتمد أعداء الإسلام فيما مضى لفترة طويلة مبدأ يعني حاولوا أن يطبقوه في بلاد الإسلام، يصب في النهاية لمصلحتهم، وهو مبدأ فرق تسد. الآن في ظل العولمة وفي ظل ثورة المعلومات وسهولة الاتصالات بين أبناء هذا العالم، غيروا هذا الشعار إلى شوش تسد، يعني شوش على الناس بحيث يلتبس الحق بالباطل ولا تبقى هناك عقائد راسخة. فلا شك أننا كنا فيما مضى موقفنا من قضية الشبهات أن ننصح الإنسان ألا يعرض نفسه للشبهات ابتداء، وأن يشتغل بتعلم الحق. لكن أعتقد أن من ضرورات ما يسمى تجديد الخطاب الديني، إن صح هذا التعبير لأنه يساء استعماله كثيرا، أن يتفاعل مع هذا الواقع الجديد حيث انتشرت السموم والشبهات عبر الأثير، دخلت كل بيت، اقتحمت على الناس دورهم وسممت الأجواء كما هو معلوم. فنرى زكريا بطرس مثلا وكيف تسخر له الفضائيات كي يتطاول على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن في الإسلام، وغيره من يعني أهل الضلال والأهواء الذين يروجون لضلالهم. فلا بد من مواجهة هذا الباطل بنفس سلاحه، فهذا من مقتضيات يعني العصر أو الظروف التي نحن نعيش فيها. والله سبحانه وتعالى قد أنبأنا مقدما بهذا النوع من الحرب، حرب الشبه والطعن، فقال عز وجل: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فهذا ليس أمرا جديدا، ولكنه أحد أساليبهم في الصد عن سبيل الله وتشويه هذا الدين، استعملوا كل أنواع الأساليب كما قال عز وجل أيضا، يعني حينما قص عن بعض أهل الكتاب قولهم: آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، من أجل تشكيك المسلمين في دينهم. ومع ذلك لم يعدم الإسلام كثيرا جدا من المنصفين، حتى من بني جلدتهم من غير المسلمين الذين أنصفوا فعلا الإسلام. قبل أن نستطرد في موضوعنا فيما يتعلق بالشبهة الأولى التي سوف نتناولها إن شاء الله تعالى، يعني طبعا موضوع الرد على الشبهات احنا بقالنا مدة مش ماشيين فيه منذ بدأنا مدرسة كتاب الرسل والرسالات، لأن هذا في حد ذاته هو نوع من التحصين أو دراسة الأدلة على صدق النبوة وصدق دين الإسلام، هذا استمرار لما تقدم أن تكلمنا فيه. من أروع ما قرأته، وهذا أصدر به الكلام وسأحاول تكراره كي نحفظه جيدا ونعيه جيدا، كلمة قالها توماس كارليل
هو يعني كاتب بريطاني مشهور، صاحب كتاب إيه؟ الأبطال. فإنه يعني كان معجبا جدا بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتدحه كثيرا في كتابه. أحيانا لما يعني يكون شاهد من أهلها أو سهم رماه الأقربون بيكون أوقع في إلزام هؤلاء الخصوم وبيان دجلهم وكذبهم. هذه القضية التي سنبدأ بها إن شاء الله، وقضية الإسلام والسيف، هل انتشر الإسلام بالسيف؟ الحقيقة العاقل لا يسأل هل انتشر الإسلام بالسيف، لكن العقل يسأل هل الإسلام دين الحق، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، هل القرآن حق، هذا هو ما يهم العاقل. أما كيف ينتشر الحق فهذه تأتي في مرتبة أخرى، وهي ومن بدهيات العقيدة الإسلامية أنه لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. هذه يعني من الأبجديات التي يعرفها أي شخص يدرس الإسلام، لا يوجد في الإسلام شيء اسمه إكراه الناس على الدخول في الدين، لأن الذي يكره على الدخول في الدين لا يعتد بإيمانه ولا يعد مسلما، كما سنرى ذلك بالتفصيل. لم يحدث إطلاقا أن الجيوش الإسلامية أكرهت أحدا على الدخول في الإسلام، لأنهم في هذه الحالة يعني ينحرفون عن الإسلام نفسه، لأن الإكراه محله الجسد، ليس الإكراه كالنية محلها القلب، إنما الإكراه يمكن أن يحصل على الجسد وليس على القلب. وبالتالي بمجرد أن يتخلص الإنسان من الإكراه والقهر الجسدي سوف يتخلص من هذا الشيء الذي أكره عليه. فمن الذي يكره إنسانا على أن يغير عقيدته؟ ثم إذا نظرنا إلى واقع العالم الآن في الوضع المزري للمسلمين، ضعفهم وتشتتهم ويعني تكالب الأمم عليهم، من الذي يكره هؤلاء الناس الذين يدخلون في دين الله أفواجا في كل بقاع المعمورة، في كل بقاع الأرض الناس تدخل، والإسلام رغم أنفهم هم جميعا في كل على مستوى العالم كل أنواع الكفار يقرون بأنه أسرع الأديان انتشارا في العالم، أسرع الأديان انتشارا في العالم، فمن الذي يكره هؤلاء في دخول في دين الله سبحانه وتعالى؟ فالقضية لم تكن إكراها للناس على الدخول في الدين، وإنما قالت كانت هي إزاحة العوائق التي تعيق تبليغ الناس هذا الحق، لأن وصول رسالة الإسلام نقية خالصة من كل شوائب حتى تقوم الحجة على الناس، هذا هو أعظم حق من حقوق الإنسان. فالذين يتكلمون عن حقوق الإنسان نحن نؤمن قطعا أن أعظم حق على الإطلاق قبل أي حق تاني من حقوق الإنسان ألا يحال بينه وبين أن تبلغه رسالة الإسلام كما أنزل الله سبحانه وتعالى. ثم هو يختار بعد ذلك، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. سنبدأ بذكر هذه العبارة الحقيقة، لأننا سنحتاج كثيرا في هذا البحث إلى ذكر عبارات المنصفين من الغربيين أنفسهم، لأن هذا يكون أوقع حينما يأتي الكلام من أحدهم. يقول توماس كارليل: كانت نية هذا النبي قبل عام 2226 ميلادية أن ينشر دينه بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد بذل في سبيل ذلك كل جهد جهيد، ولكنه وجد الظالمين لم يكتفوا برفض رسالته ودعوته وعدم الإصغاء إليها، بل عمدوا إلى إسكاته بشتى الطرق من تهديد ووعيد واضطهاد حتى لا ينشر دعوته أو يصور رسالته. وهذا ما دفعه إلى الدفاع عن نفسه والدفاع عن دعوته، وكأن لسان حاله يقول: أما وقد أبت قريش إلا الحرب، فلتنظروا إذن أي قوم نحن، لقد أصاب هذا الرسول في رأيه، فإن أولئك القوم أغلقوا آذانهم عن كلمة الحق والصدق، وأبوا إلا التمادي في الباطل، فاستباحوا الحرمات ونهبوا الممتلكات، وقتلوا الأنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. ثم شرع توماس كارليل يرد على الذين يقولون إن هذا النبي نشر دينه بحد السيف، وسوف نرى طبعا سوف نرى
أن أولا قضية الحرب، قضية الحرب هي ظاهرة اجتماعية بدأت منذ تاريخ البشري، من فجر تاريخ البشر في حروب، يعني قابيل قتل أخاه هابيل في عدوان بيحصل بين الناس. فالبعض الناس تعتقد أو ترسم صورة للأنبياء من وحي هواها، ويذهبون في ذلك إلى أن الأنبياء يجب أن ينزهوا عن الحرب. فتصويب هذا الكلام أن الأنبياء لا ينزهون عن الحرب العادلة، فالأنبياء لا ينزهون عن الحرب العادلة، وإنما ينزهون عن الحرب الفاجرة التي تحصل يعني نهب ثروات الأمم، وكما حصل من الاستعمار في العصور الأخيرة ونحو ذلك. لكن الحرب العادلة، ولا حرب عادلة إلا الحرب التي تكون في سبيل الله والإعزاز كلمة الله، فالأنبياء لا ينزهون عن ذلك. ثم إذا رجعنا إلى التاريخ سنجد، أو إلى لو مسكناها من الأول بقى من التوراة، شريعة التوراة، سنفصل وسنعرف تفاصيل القتال في التوراة والتي يعتقد بها كل من اليهود والنصارى، سوف نرى العجب في هذا الأمر. فمعروف، هذا شيء معروف جدا، أن التوراة وبالتالي شريعة النصارى أيضا فيها نفس هذا الأمر، لأنه النصارى يؤمنون بالعهد القديم والعهد الجديد، وسوف نرى النصوص في ذلك. فالحرب العادلة لا يتنزه عنها الأنبياء. ثم نشوف الواقع العملي بقى، الواقع العملي، وسنجد مثلا من ضمن المفاجآت أنه لا يوجد دين انتشر بالسيف وقهر الناس كي يدخلوا فيه مثل النصرانية. النصرانية في أوروبا كي تنتشر بالإكراه وبالقهر وبالقتل وبالمذابح، عدد القتلى خلال هذه الحروب التي فرضت فيها النصرانية فرضا بالقوة بحيث يباد كل من لا يؤمن بها، العدد أقل للحد الأدنى في التقديرات قالوا 7 ملايين إنسان، حد الأدنى الأعلى 15 مليون، قتلوا من أجل فرض هذه العقيدة بالقوة وبالقهر وبالإكراه على الناس، وسنرى التفاصيل. والتفاصيل الحقيقة في الواقع القديم كثيرة جدا، ثم في الواقع الحديث ما حصل من الاستعمار في بلاد المسلمين. ولماذا نذهب بعيدا؟ يعني أمريكا بماذا تبرر عدوانها وإذلالها وقهرها للأمم؟ عايزين ننشر الديمقراطية يا جماعة، ديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي يعني أكبر مجرمة في حق الإنسان. لا يوجد دولة استعملت السلاح النووي في الإبادة والإذلال مثلما فعل غير أمريكا فقط في هيروشيما وناجازاكي، إنما استعملت أسلحة نووية. ما حصل في العراق، ما حصل في أفغانستان، وفي يعني كثير من بقاع الأرض، بماذا تسوغ أمريكا هذا العدوان وهذا الإجرام؟ نحن بننشر الديمقراطية، عندنا عقيدة ومنهج نريد أن نبشر العالم به كي يدخل في جنتنا الموعودة. فإذا يعني قضية الناس اللي بيوتها من زجاج يبقى لا يقذفوا الآخرين بالإيه؟ بالحجارة وبالطوب. وسوف نفصل إن شاء الله في هذا بحيث نقيم الأدلة عليه واضحة. نعود لكلام توماس كارليل، لأنه كلام مهم جدا، كلام في غاية الروعة حقيقة، رغم أنه كافر وأحيانا يتحامل، وهو لم يقر بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ذكره كبطل من الأبطال، لكنه مع ذلك انظر إلى ما يقوله في هذه العبارة. يقول وهو يرد على من ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم نشر دينه بحد السيف، يقول أرى أن الحق ينشر نفسه بأية طريقة حسب ما تقتضيه الحال. العبرة في الغاية مش في الوسيلة. أرى أن الحق ينشر نفسه بأية طريقة حسب ما تقتضيه الحال. ألم تروا أن النصرانية كانت لا تأنف أن تستخدم السيف أحيانا؟ وحسبكم ما فعله شارلمان بقبائل الساكسون. وانظروا إلى هذه العبارة التي هي أهم عبارة في هذا التصريح. وأنا لا أحفل، يعني لا يهمني، وأنا لا أحفل أكان انتشار الحق بالسيف أم باللسان أم بأية طريقة أخرى، فلندع الحقائق تنشر سلطانها بالخطابة أو بالصحافة أو بالنار، لندعها تكافح
وتجاهد بأيديها وأرجلها وأظافرها فإنها لن تهزم أبدا، ولن يهزم منها إلا ما يستحق أن يهزم، ولا يفنى منها إلا ما يستحق الفناء. فالحقائق في حرب لا حكم فيها إلا للطبيعة التي لا تحترم منها إلا القوي الصحيح. هو طبعا هنا يكاد ينطق بمعنى الآية الكريمة: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والحقيقة هذه الطريقة من استدلال طريقة في غاية القوة، لأن سنة الله سبحانه وتعالى هو بيعبر عننا بالطبيعة، سنة الله عز وجل أنه لا يمكن أن يكون شخص يدعي على الله الكذب، يدعي أنه أوحي إليه ولم يوحى إليه، فهذا أظلم الناس ولا أظلم منه. فمن ادعى على الله الكذب أو ادعى النبوة لا يمكن أبدا أن يمكن الله له، بالعكس لابد أن ينتهي بالخزي والخسران. ورأينا نماذج كثيرة جدا من مدعي النبوة كغلام أحمد القدياني ومسيلمة الكذاب ونحوهم من الكذابين، كيف انقرضت دعوته ولم يبق لهم ذكر إلا باللعن على ما افتروا على الله الكذب. فلا يستحيل من حيث الواقع ومن حيث العقل ومن حيث النقل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افترى على الله وادعى النبوة بغير حق، ثم هو ينتقل من نصر إلى نصر ومن عز إلى عز ومن تمكين إلى تمكين حتى طبقت دعوته، تجاوزت الحدود والجغرافيا، يعني من حيث الزمن ومن حيث المكان انتشر الإسلام هذا انتشار، وهو في هذا العز وهذا الانتشار رغم ضعف المسلمين الآن، ويكون هذا دينا باطل، لابد أن يكون دينا حق، لأن سنن الله سبحانه وتعالى حتى في نظرية داروين من ضمن القواعد بتاعت داروين بيقول إيه: البقاء للأصلح، فبيطبقوها حتى في سنن البيولوجيا العادية. فهذا فبما أن الإسلام بقي وسيبقى إذن فهو الأصلح لا شك في ضوء هذه يعني القواعد. هي مشكلة خصوم الإسلام إيه؟ هم لاحظوا هذا الأمر هذا، وبعدين بالذات المعجزة العجيبة جدا في انتشار الإسلام خلال نصف قرن، في خلال نصف قرن 50 سنة من حدود الصين والهند قامت الدولة إلى حدود إلى المحيط الأطلسي في الغرب، في حوالي 50 سنة أو أقل من 50 سنة امتدت هذه الدولة على يد الأعراب الأجلاف الحفاة العراة الذين كان لا يحسب لهم أي حساب في ميزان الأمم، فإذا بهذا الدين يبعث هذه الأمة من مواتها وتهزم أقوى إمبراطوريتين في ذلك الوقت الفرس والروم، وتقيم هذه الدولة التي لم يشهد التاريخ لها مثيلا على الإطلاق. فهم طبعا هذا شيء محير، شيء محير جدا. ما الذي السر في هذا الانتشار السريع؟ فهو شيء فوق مستوى عقول البشر أن يصدقوه، عملية إحلال وإبدال، يعني إبادة كاملة لنظام الجاهلية والعقائد الجاهلية والعقائد الكفر في أفاق الأرض، ثم إحلالها بسماحة الإسلام وتوحيده وشريعته ونظامه ونحو ذلك. فهم احتاروا فذهبوا، يعني بعض المستشرقين كما سنرى قالوا التعليل الحقيقي لهذا أنه دين حق، ما فيش أي تفسير تاني لمثل هذا الانتشار للإسلام إلا أنه مؤيد بالقوة الإلهية، أن الله يؤيد هذا الدين وأهله وينصرهم كما وعد في القرآن الكريم. لكن هناك أناس من الحسد أو الجهل أو العناد أو كل ما شئت لم يستوعبوا ولم يطيقوا أن يستوعبوا، فراح يبحثون عن أسباب في غاية الضعف والوهن، حتى نرى من المستشرقين وأذن بهم أحيانا ما يضحك الثكلة، تسمع كلام في تفسير ظواهر معينة، مثلا لما يتكلموا على الرسول عليه السلام لما كان يذهب يتحنث ويتعبد في غار حراء، يقولوا هذا كان هروبا من حر مكة، الدنيا حر في مكة، فكان بيطلع عشان يعني الجو لطيف في الغار فوق مثلا. ان السر ايه؟ السر ان الاسلام كان يقهر الناس في اعتناقه بالسيف، اما ان يسلم واما ان يقتل، فهذا هو السر في الانتشار، يعني هي محاولة لتفسير هذه الظاهرة المعجزة. فبعضهم جنح إلى أن ذلك هو التفسير المنطقي، أن هؤلاء العرب كانوا يجبرون الناس على الدخول في الدين، فذلك انتشر هذا الإسلام بهذه القوة وبهذه السرعة. بعضهم يقول
إن العرب كانوا حصل تغيرات مناخية في الجزيرة العربية أدت إلى نوع من القحط والفقر وكذا، ففزعوا إلى بلاد الشام ومصر وهذه البلاد كلها كي يعني إيه يهربوا من الحر من ناحية ويعالجوا الأزمة الاقتصادية بتاعتهم ويروحوا ينهبوا خيرات هذه الناس، خاصة وأن شريعتهم أحلت لهم الغنائم وهكذا. تعليل وراء تعليل كله يعكس العجز عن استيعاب هذه المعجزة، وهي إحياء أمة من موتها ثم بناء هذه الإمبراطورية العادلة الخيرة التي لم يشهد التاريخ لها مثيلا ولا نظيرا. فيقول هنا توماس كارليل: أرى أن الحق ينشر نفسه بأية طريقة حسب ما تقتضيه الحال. ألم تروا أن النصرانية كانت لا تأنف أن تستخدم السيف أحيانا؟ وحسبكم ما فعله شارلمان بقبائل الساكسون، وأنا لا أحفل أكان انتشار الحق بالسيف أم باللسان أم بأية طريقة أخرى، فلندع الحقائق تنشر سلطانها بالخطابة أو بالصحافة أو بالنار، لندعها تكافح وتجاهد بأيديها وأرجلها وأظافرها، فإنها لن تهزم أبدا، ولن يهزم منها إلا ما يستحق أن يهزم، ولا يفنى منها إلا ما يستحق الفناء. فالحقائق في حرب لا حكم فيها إلا للطبيعة. كلمة الطبيعة هنا نفهم منها أنه يقصد إيه؟ السنن، السنن الكونية في مسيرة الحياة. إلا للطبيعة التي لا تحترم منها إلا القوية الصحيح. فحبوب القمح عندما نأخذها إلى باطن الأرض، وكثيرا ما تكون مخلوطة بقشور وتبن وقمامة وتراب، فإذا ألقيتها وهي مختلطة بكل هذه الشوائب في جوف الأرض العادلة البارة، فإنها لا تعطيك إلا قمحا خالصا نقيا، أما الشوائب والقذى فإنها تبتلعه في سكون وتدفنه في باطنها دون أن تذكر عنه شيئا، وما هي إلا فترة حتى نرى القمح ناميا يهتز كأنه سبائك الذهب. هكذا الطبيعة في جميع شؤونها، فهي حق لا باطل، ولا تشترط في الشيء إلا أن يكون صادقا حرا. فإذا كان كذلك حمته وحرسته وصانته وقوته، وإذا كان غير ذلك تنكرت له وتركته بلا حماية وبلا صيانة. لهذا نرى لكل شيء تحميه الطبيعة، معلش كلمة الطبيعة كلمة مؤذية بالنسبة لنا، لكن كما قلت هي المفروض يقول مكانها سنن، سنن الله في الكون. نرى كل شيء لكل شيء تحميه الطبيعة وروحا من الحق والصدق. أليس شأن حبوب القمح هذه شأن كل حقيقة كبرى جاءت إلى هذا الوجود أو ستجيء إلى هذا الوجود؟ فالحقائق تأتي إلى معترك الحياة، ثم يجيء يوم يظهر فيه نقصها وخطأها فتموت وتذهب. نعم يموت جسم كل حقيقة ويذهب، ولكن الروح تبقى أبدا. كل ما هنالك أن الروح يتخذ ثوبا وبدنا أشرف، يعني كأن الداعية الذي يتبنى الحق هو بجسده يفنى، لكن روح الحقيقة الذي جاء بها تبقى. ويظل روح الحقيقة وجوهرها ينتقل من الأثواب والأبدان، أي أن جوهر الحقيقة لا يموت. الأمر المهم في الموضوع ليس في نوع الثوب الذي لبسه الروح، إنما في الروح ذاتها، وهل هي حق وهل هي منبعثة من أعماق الطبيعة دون أن تهتم بنقاء الشيء أو عدم نقائها. فالطبيعة عندما تحكم لا تقول أفيك شوائب وأكدار، إنما تقول أفيك جوهر حق وروح صدق أم لا. ففي الحقيقة حينما نتناول هذا الموضوع يعني نحن نرد عليهم أولا بمبادئ الإسلام وأخلاقياته، ثم بالواقع التاريخي. الواقع التاريخي هو أقوى شاهد في أو أقوى دفاع في قضية الإسلام والسيف. الواقع التاريخي عندنا نحن المسلمين، ما هي المبادئ التي كانت تحكم الحروب أو الجهاد الإسلامي، وما الغايات التي كان يرمي إليها،
وما هي أخلاقيات الحرب وأخلاقيات النصر والواقع التاريخي عندهم أيضا، سواء كان واقعا قديما أم حديثا. ثم نبين أيضا أن الأنبياء لا ينزهون عن الحرب العادلة، هذه من سنن الأنبياء وعليها سار رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سار الأنبياء من قبله في الشرائع السابقة. بل إن هناك نصا في مزامير داود كما سنأتي إن شاء الله تعالى يمتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بجهاده بالسيف في سبيل الله تعالى، يعني موجود في مزامير داود نص يمدح هذا النبي والأمة التي تنصره في من حيث جهاده في سبيل الله تعالى كما سنبين. قضية انتشار الإسلام بالسيف هي شبه ليست حديثة، ليست وليدة الاستشراق والتبشير. من أقدم من تكلم فيها العامري في مناقب الإسلام، تكلم في هذه الشبهة ولاحظها كما سيأتي كلامه إن شاء الله تعالى. كذلك ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ورد يعني عليها. فللأسف الشديد بعض هذه الشبهات يعني تصد كثيرا من الناس عن دين الله تبارك وتعالى، وينطبق على أمثال هؤلاء ما جاء في الحديث في عذاب القبر، أن الإنسان يسأل في قبره عن ثلاثة أشياء: من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. فالكافر يقول ها ها لا أدري، وحينما يسأله الملكان عن ما تقول في هذا الرجل يعني في محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهذا أخطر شيء، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فهو رد ذا كلب ببغاء ما يقوله الآخرون في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سبب شقائه. لذلك لما يعذبان يقولان له لا دريت ولا تليت، ويعذب في قبره. لكن في الحقيقة لابد أن نقول إن أي استشكال يرد في الذهن عن الإسلام، وإن كان يخاطب هذا الكلام أساسا غير المسلمين ونحن نخاطبهم باعتبار أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في مفاهيم أساسية جدا لابد أن نستصحبها قبل أن نناقش هذه القضية. مفهوم الأمة عندنا ليس كمفهوم الأمة عند علماء التاريخ والاجتماع، مفهوم الدين عندنا ليس كغير الإسلام من الأديان، فهذا المبدأ لابد أن ننطلق منه. فأي استشكال يرد في الذهن عن الإسلام يجب أن يكون مسبوقا بمحاولة جادة في التعرف على جوهره ومصدره، وذلك كي لا تلتبس طبيعة الفكر الإنساني من الوحي الإلهي. غير أن الإشكال يظل مع ذلك قائما بالنسبة لمن لا يريد أن يستيقن بهذا الفارق. المشكلة أن في ناس لا تفهم ولا تريد أن تفهم، يعني هو غير مقتنع ولا يريد أيضا أن يقتنع. فهنا في هذه الحالة المسؤول عن بقاء الإشكال ليس الإسلام في حد ذاته، وإنما هو فقد الرغبة الجادة في دراسة حقيقة الإسلام ابتغاء معرفة هذا الفرق. فنقول لكل من يعني يرد في ذهنه إشكال يتعلق بالإسلام وبأحكامه: اجعل الحق رائدك، واجعل الإصغاء إليه ديدنك، واعلم أن من يغلق عينيه دون النور فإنما يضير نفسه ولا يضير النور. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نحن نتواجد هنا في هذه الأرض مرة واحدة فقط، هو عمر واحد لا ثانية له، وبالتالي ينبغي الإنسان أن يستفرغ كل وسعه وهو في دار الامتحان أن يصل إلى الحق وأن يطمئن إلى مصيره في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. فما يضر الحقيقة الساطعة أن يجحد ضياءها معاند أو مراغم، كما لا يضر الشمس الساطعة أن ينكر وجودها مكابر. لقد خرج كثير من الناس من هذه الدنيا بسعي حابط وعمر ضائع،
وهم الآن تحت الجنادل والتراب، ولو كنا منهم حيث نرى أو نسمع لآسفتنا الحسرة التي تعتصر قلوبهم على ما تولى من أعمارهم، ولأذهلتنا استماتتهم في أن يرجعوا ليستعتبوا ويتداركوا شيئا مما فاتهم. ولكن هيهات هيهات، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. منذ أن بزغ فجر الإسلام وظهرت فاعلية الدعوة الإسلامية على وجه الأرض، وأعداؤها يلفقون لها ولأتباعها ولأعلامها التهم ويفترون عليهم، ويثير حول ما في مفاهيمها ومبادئها الشبهات. هذه الحرب الفكرية التي كانت وما زالت ملازمة للحروب العسكرية الاستعمارية التي يشنها أعداء الإسلام على المسلمين، هم أحيانا كانوا يبعثون خبراءهم وجواسيسهم في شؤون الفكر والنفسية، الأمور النفسية، ليكشفوا لهم مصادر الفاعلية ومنابع القوة المعنوية عند المسلم. ومن مظاهر ذلك في القرون المتأخرة الحركة الاستشراقية الواسعة التي داهمت الشرق الإسلامي، ومن ورائها الحركة التبشيرية المتعصبة الحاقدة. وبمناسبة الحركات التبشيرية، يعني ما يحصل الآن في دارفور شيء غير مسبوق، إن تصدر العصابات العالمية المدعى وتدعي أنها محكمة دولية للعدل أن تصدر أمرا باعتقال رئيس جمهورية. ما حصل أبدا على الإطلاق مثل هذا الفجور، يمكن فقط في حالة البوسنة والهرسك بعد ما سبوهم يدبحوا براحتهم، بعد كده لزوم الديكور بقى. موضوع دارفور هو الجزء الثاني من مسلسل الأسلحة النووية العراقية، يعني العراق جعلوا الذريعة للتدخل فيها والجرائم التي ارتكبتها أمريكا هي الإيه؟ إن صدام كان عنده أسلحة نووية، وهم الآن اكتشفوا أن هذا دجل وكذب، وإن بوش إيه عرب بوش؟ ها؟ مجزوم. يعني إن بوش كان يكذب عليهم لهدف معين. المؤلم جدا أننا نرى ناس مثلا زي اليابانيين، اللي هم اليابانيين اللي في حالهم خالص، يعني فاهمين الأمور أحسن مننا. في الذكرى السنوية الأولى لغزو العراق، غزو أمريكا العراق، رأيت إعلان، يعني صورة عن مظاهرة في اليابان، اليابانيين نفسهم كاتبين استنكارا للحرب الأمريكية في العراق، كاتبين إيه؟ Stop Bush Armageddon، يعني أوقفوا معركة أرمجدون التي يوقدها بوش. ففاهمين ان الموضوع ناشئ عن ان العقيده الانجليه عند بوش وعند المسيحيه الصهيونيه ان كل ده تمهيد للملحمه اللي هي ارمجدون او هارمجدون. فاليابانيين فاهمين، ناس كتير هنا مش فاهمه ان دي كانت الخلفيه العقائديه التي تحرك هذا يعني الرجل. المهم يعني ان موضوع دارفور هو نفس التعلل، يتعللون باي شيء عشان يجدوا لهم سلما الى التدخل في السودان كما حصل في العراق من قبل، ثم اتضح بعد ذلك انهم كلهم نصابون كذابون مجرمون. نفس الشيء في السودان الان، وهو اذا كان في بقى فعلا عدم انتقاء او انتقائيه، من اولى عمر البشير ولا مجرم الحرب اليهود في فلسطين المحتله؟ كل حكام إسرائيل بلا استثناء مجرموا حرب بلا استثناء، ويمكن عندهم مسوغات التعيين زي أي موظف لازم يكون له ماضي في المذابح والإجرام، ولا يستثنى منهم واحد، مفيش واحد يستثنى، كلهم تاريخهم مليء بالمذابح وما يسمى بانتهاك حقوق الإنسان. فإشمعنا السودان؟ طب واللي حصل في غزة منذ فترة قريبة؟ هذا ليس يعني إجرام وليس هذا من جرائم حرب. فالقضية يعني أن الموضوع دارفور أساسا هو الصراع بين قبائل، الصراع بين قبائل، هم كلهم مسلمين فيش فيهم أي حد تاني، من قبائل إسلامية المسلمين بيتصارعون مع بعضهم، الجنجويد ومش عارف والتانيين مين، فبيحصل بينهم تجاوزات وقتل وكذا. لكن منظمات التنصيرية
تذرعت بذريعة الناجية علشان يعني الأفعال الإغاثة الإنسانية ونحو ذلك، وفي نفس الوقت جاءت لتنشر النصرانية في هذه المنطقة في دارفور، بتنشر النصرانية. أحد الإخوة أخبرني أن منذ قبل مجيء هؤلاء الناس لم يكن في دارفور كنيسة واحدة، الآن موجود فيها 660 كنيسة، 600 كنيسة في دارفور بعد النشاط التبشيري. وهم أيضا جواسيس يعني يرفعون التقارير ربما لا تخلو من مبالغة من أجل استصدار مثل هذه القرارات. والخوف كله مش بس في دارفور، خوف أن أي حاجة تستهدف السودان أنها تكون بتستهدف ما هو أهم وأخطر من السودان وهي مصر، واضح؟ يعني هذا هو واقع هذا العالم الظالم، ما يسمى المجتمع الدولي الظالم الذي يمشي بانتقائية ويعني يتعمد الإضرار بالمسلمين. عرف أعداء الإسلام أن تلك القوة التي لمسوها في جلد الإسلام أساسها هذه العقيدة التي زرعها الإسلام في قلوبهم، لذلك حذروا وخططوا وحرصوا على أن تلغى العقيدة حتى يلغى أيضا ويتلاشى معها أثرها في نفوس أبناء المسلمين. كاسترو الزعيم الشيوعي الكوبي المعروف كان ينصح يؤدي نصيحة لدبلوماسي يهودي يعني صهيوني، قضى معه ساعتين كما جاء في جريدة جراما الكوبية وفي مجلة كوبا سوشياليستا كبرى المجلات الكوبية. انظر إلى كاسترو بينصح من هذا الدبلوماسي الصهيوني، يقول يجب على إسرائيل ألا تترك حركات الفداء الفلسطيني تتخذ طابعا إسلاميا، لأن اكتساب هذه الحركات هذا الطابع العقائدي سيجعل منها شعلة من الحماس الذي هو مألوف في المجتمعات الإسلامية، وإن هذا الحماس الديني العربي سيستقطب جماعات إسلامية أخرى، مما يجعل من المستحيل على إسرائيل أن تصون كيانها. ثم نصحه نصيحة أخرى ذات علاقة بالأولى، قال على إسرائيل أن تسعى لجعل كل دولة عربية في جوارها دولة اشتراكية ماركسية، فالاشتراكية الثورية تلهي حركات التحرير الشعبية عن اللعب بنار العقائد الدينية، فتنشغل هذه الحركات بمهام التحرير الاشتراكي إلى آخره. مجلة جويش كرونيكل البريطانية الصهيونية تحذر من يقظة الشباب المسلم وبخاصة في الجامعات، وتحذر الغرب، وأيامها طبعا كان الاتحاد السوفيتي، مما أسمته المضاعفات الهائلة التي يمكن أن تترتب على نزعة الجهاد لدى المسلمين. تقول في مقال افتتاحي بعنوان الجهاد في سبيل الإسلام: إن خبراء الاستراتيجية السياسية الغربيين سوف يثبتون قصر نظرهم السياسي إذا ما تجاهلوا النداءات المتزايدة التي توجهها الأكاديميات والجامعات القوية في العالم الإسلامي من أجل إعادة النظر في المنافع المزعومة للتدين والعودة إلى التعليم الأساسية في الإسلام. ومضت المجلة تقول: لا العالم الغربي ولا الاتحاد السوفيتي يستطيعان أن يرقبا هادئي البال هذه اليقظة وهذه النهضة لعالم إسلامي، لو أسيء توجيهه فإنه يستطيع أن يزعزع استقرار جزء كبير من العالم. يقول أحد الكتاب المسلمين عاش فترة في أمريكا، يقول: زرت زميلة أمريكية كانت تدرس معي في الجامعة في مقر عملها في مدرسة من مدارس الأحد التي تفتح أبوابها صبيحة كل أحد لتلقين تلاميذ الابتدائية وصول النصرانية وتعاليمها، وطالبت منها أن ترتب لي زيارة إلى أحد الفصول الدراسية، ففعلت، وفوجئت بما سمعت من المدرسة في ذلك الفصل. لم أسمع شيئا عن الدين النصراني، وإنما كان الدرس كله يدور حول تخويف الطلبة من الإسلام وتشويهه وتبديل حقائقه وبث الرعب في قلوب الطلبة من المسلمين المتوحشين. ولما عدت إلى زميلتي وكانت المديرة المسؤولة عن المدرسة، سألتها عن هول ما سمعت في الفصل وعن سبب ذلك كله، فقالت: أقول لك بكل صراحة إن الإسلام دين زاحف
وإذا لم نحمي أنفسنا بهذه الطريقة لزحف علينا وأصبح يهددنا ويهدد مستقبلنا في بلادنا. فلذلك حصل يعني هذه الحملات وهذه الشبهات كلها ترمي إلى يعني الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. حينما نتناول بعض الشبه التي تثار حول الإسلام للصد عن سبيل الله عز وجل نتألم طبعا حينما نسمع خرافات ودجل المستشرقين والمبشرين وغيرهم. لكن الذي يؤسف في الحقيقة وهؤلاء طبعا يحركهم الحقد والكراهية والمكر، لكن الشيء الذي يؤلم أن كثيرا من أبناء أمتنا أصبحوا لا يروق لهم أن يأخذوا مبادئ الإسلام وسير سلفنا الصالح وتاريخ المسلمين وجهدهم إلا من أفواه المستشرقين ومصنفاته، حتى عقدة الخواجة، حتى في قصائصنا نحن، في عقيدتنا، في عقدة، في تاريخنا، ويجعلون ما يكتبه هؤلاء مادة للدراسة في الكليات والجامعات، ولا يكتفون بذلك بل يؤمنون به إيمانا راسخا ويلقنونه إخوانهم وأبناءهم مسلمات كأنها مسلمات لا تحتمل النقاش، وما دروا أنهم بذلك يتقلدون ويقلدون أبناء الأمة أسلحة فاسدة ترتد إلى صدورهم ونحورهم. فعلينا أن نعرف عدونا وعدو أمتنا وأن نرجع إلى منبع قوتنا الذي ابتغى أعداؤنا أن يقصون عن حياضه. يقول الأستاذ أبو الأعلى المودودي رحمه الله تعالى عندما سئل عن هذه الظاهرة، ظاهرة أن من المسلمين من يتبنى ويردد كالببغاء كلام هؤلاء الأعداء من المستشرقين وغيرهم، يقول هذا من تقلبات الدهر وعجائب أمره. لقد مر على النصارى في أوروبا حين من الدهر كانوا يشدون الرحال إلى الأندلس ليتعلموا الكتاب المقدس من علماء المسلمين، أما الآن فقد انقلب الأمر رأسا على عقب، حيث أصبح المسلمون وأسفاه يرجعون إلى أهل الغرب يسألونهم ما الإسلام وما تاريخه وما حضارته، ويستوردونهم لتدريس التاريخ الإسلامي، مع أنهم هم أهل الغرب قوم لا يسمحون لأحد إذا لم يكن من أتباع دينهم بأن يتدخل فيما يتعلق بدينهم وتاريخهم ولا حتى في أتفه الأمور. نشر اليهود موسوعتهم اللي هي Jewish Encyclopedia، الموسوعة اليهودية، وما فيها من مقال واحد كتبه أحد النصارى، مع أن في التقاء في الثقافة اليهودية النصرانية، لكن ما سمحوا في الموسوعة أن واحد نصراني يكتب كلمة واحدة في هذه الموسوعة اليهودية، فضلا عن أن يكتبه أحد من المسلمين. وقد قاموا أنفسهم بترجمة التوراة ويربؤون عن أن يمسوا الترجمة النصرانية. وعلى العكس من هذا فإن علماءهم يكتبون الكتب والمقالات عن الإسلام ويتلقاها المسلمون بكل ترحيب، ويعترفون بأن من حقهم أن ينشروا باسم التحقيق العلمي ما شاءوا من الكتب والمقالات عن ديننا وفقهنا وحضارتنا وتاريخ أسلافنا. إن وضعا كهذا لا يجوز ولا ينبغي أن يبقى في دولة إسلامية، إذ من باب التناقض أن تكون الدولة إسلامية ويكون الدين فيها غربيا والمسلمون يتامى. ولتهنأ بهذا الوضع المتناقض دول المسلمين اللا إسلامية. يقول رستو هو المستشار الأول لرئيس أمريكا السابق جونسون، جاء في تقريره لقد تحرر المواطن العربي حقا من سيطرة الغرب السياسية، ولكنه لم يستطع التحرر من سيطرة الغرب الحضارية، إن ثروته البترولية تصنع وتسوق بالعقول الغربية والأساليب الغربية والآلة الغربية، إن الجيوش العربية التي هي مصدر غروره القومي، طبعا ده كان زمان، إن الجيوش العربية التي هي مصدر غروره القومي تستعمل السلاح الغربي وترتدي البزة الغربية، بل تسير على أنغام الموسيقى الغربية، حتى إن ثورته على الغرب مستمدة من المبادئ والقيم والمفاهيم التي تعلمها من الغرب،
حتى إن معرفته بتاريخه وحضارته وتراثه تعزى إلى المثقفين الغربيين. حقيقة نحتاج قبل الدخول في الموضوع لأنه ربما يطول بنا شيئا ما، نحتاج لبعض المقدمات والتمهيد قبل الولوج إلى الموضوع بطريقة مباشرة. أول ذلك أننا نحتاج إلى الإشارة إلى مفهوم يعني الدين، مفهوم الدين عند الله سبحانه وتعالى. فالأمر يتعلق بطبيعة الإسلام وطبيعة أهله، فيخطئ غير المسلمين وبخاصة النصارى والغربيون من بعدهم حين يظنون أن الإسلام هو ملة مقصورة على مجموعة من العقائد الغيبية والشعائر التعبدية، مما يجعل الإسلام في مفهومهم لا يعد أن يكون مسألة شخصية يختار الإنسان لنفسه ما شاء من عقيدة وديانة، يعبد ربه بأي طريق رضيها لنفسه، لا يعد الأمر عندهم غير ذلك. ولكن الإسلام في معناه ومرماه غير ذلك، فهو اعتقاد صحيح في القلب إيمانا بالله إلها واحدا لا يستحق العبادة سواه، موصوفا بصفات الكمال منزها عن كل عيب ونقص. وهو إلى جانب ذلك شريعة حاكمة شاملة لكل ما يحتاجه البشر في نفسه ومجتمعه، في سلمه وحربه، في تعامله مع أهله والقريب والبعيد والعدو والصديق، في شرائع وأحكام وآداب تشمل النظم السياسية والاجتماعية والخلقية والاقتصادية وسائر شؤون الدنيا. فالإسلام دين شامل لكل نظام الحياة، منهج متكامل للحياة، وليس فقط شعائر يؤديها الإنسان داخل جدران المسجد، ثم الحياة في الخارج لا تنصبغ بهذا الدين، وإنما يحبس الدين بداخل القفص الصدري لا ينعكس على أحوال المجتمع ونظم الحياة. فهذا يعني أحد المفاهيم. أيضا مفهوم الدين عندنا وهو الحقيقة يتعرض يعني في ظروفنا الحالية إلى تشويه كثير جدا، بالذات تحت الضغط الشديد المتوالي ليل نهار في موضوع التقريب بين الأديان وأخوة الأديان، هو لن يصح إلى الصحيح. يعني مهما علت هذه الأصوات فلن تبقى، إن الأديان كلها واحد، وبيعملوا نوع من التلبيس، يجيبوا الآيات اللي فيها إن إحنا كلنا حاجة واحدة، وطالعين بشعار خطير جدا وهو شعار الأديان الإبراهيمية، إن المسلمين واليهود والنصارى يجمعهم دين واحد وكلهم ينتمون إلى إبراهيم عليه السلام. لا شك طبعا أن أديان الثلاثة تعود إلى ملة إبراهيم عليه السلام وهي امتداد لها، لكن هل بواقعها الحالي وهم يكفروا بعضهم بعضا؟ طبعا لا يمكن أن يكون أن هي أديان مختلفة، هو أصلا دين واحد، لكن واقع الحالي أنها أديان متناقضة لا يمكن أن يعني يجمع بينها. فمنذ وجد الشرك والفساد في الأرض كانت الأنبياء والرسل جميعا يدعون إلى عبادة الله وحده وينهون عن كل صور الفساد في الأرض، وكان الذين يتبعون الأنبياء هم المؤمنين، كان نوح مؤمنا وكان من تبعه مؤمنين، كذلك كان إبراهيم خليل الرحمن أبو الأنبياء والمرسلين مؤمنا وكان أبا المؤمنين، لذلك كان إسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى، وكذلك كان الأنبياء من بعده إلى عيسى عليه السلام مؤمنين وكان أتباعهم مؤمنين، حتى بعث الله إلى البشرية كلها خاتمهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا وأتباعه المؤمنون. اليوم يعرف الذين انتسبوا إلى موسى باليهود أو الموسويين، ويعرف الذين انتسبوا إلى المسيح بالنصارى أو المسيحيين، ويعرف الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بالمسلمين. كل يؤمن بأن دينه هو دين الله أو هو الدين عند الله. فما هو الدين عند الله؟ هناك حقيقة قاطعة يتفق عليها المسلمون واليهود والنصارى، ولا يستطيع مسلم ولا يهودي ولا نصراني أن ينفي الإيمان عن نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وغيرهم من الأنبياء قبل موسى عليه السلام،
فالجميع يؤمنون أن هؤلاء كانوا رسل الله المؤمنين، وأن من تبعوهم كانوا مؤمنين، وأنهم كانوا على الدين المرضي عند الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت لا يستطيع أحد أن ينسب هؤلاء الأنبياء كنوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، لا يستطيع أحد أن ينسبهم إلى الموسوية اليهودية ولا إلى المسيحية النصرانية، لسبب بديهي هو أن اليهودية والنصرانية لم تكن قد عرفت بعد في عهد أي واحد من هؤلاء الأنبياء. السؤال الآن، ما هو هذا الدين الذي آمن به الأنبياء من ندم آدم عليه السلام إلى نوح إلى إبراهيم إلى آخر نبي بعث قبل موسى عليه السلام؟ ما هو هذا الدين؟ الأديان الثلاثة تقطع بأن هؤلاء جميعا كانوا مؤمنين، الأنبياء قبل موسى عليه السلام، لكن ما هو هذا الدين الذي نزل من السماء والذي آمن به ودعا إليه جميع هؤلاء الأنبياء؟ ماذا كان دين هؤلاء الأنبياء الذين اتفق اليهود والنصارى والمسلمون على أنه دين الله وأنه هو الدين المقبول المرضي عند الله؟ لم يرد في توراة اليهود ولا في إنجيل النصارى الحاليين إثبات لاسم هذا الدين الذي آمن به هؤلاء الأنبياء ومن تبعوهم، فكيف نستطيع معرفة هذا الدين؟ الجواب هو أن السبيل إلى التعرف عليه هو التفكر في جوهر هذا الدين وحقيقته ومقاصده. ونحن نعلم أن الله عز وجل لما أرسل هؤلاء الأنبياء إلى أممهم فإنه أرسلهم بعقيدة واحدة هي توحيد الله، وأمرهم بشرائع يدعون الناس إليها تتضمن أوامر الله عز وجل ونواهيه، فمن قبلها وانقاد لله فيها فهو المؤمن الذي آمن بالله وبرسوله الذي بعث إليه ودان بالدين الذي يرضاه الله ويقبله. فهذا الدين عند الله هو توحيد الله والانقياد لشرائع الله والاستسلام لحكم الله والخضوع لأمره ونهيه والإخلاص له عز وجل في ذلك كله. هذه المعاني كلها إذا حاولنا أن نعبر عنها في لغة العرب بكلمة واحدة تتضمن الاستسلام للخضوع والانقياد والسلامة التي هي الإخلاص، فلن نجد سوى كلمة واحدة هي كلمة الإسلام، خضوع لله سبحانه وتعالى والإخلاص له في ذلك. إن الإسلام لله هو التعريف الوحيد الذي يمكن أن يعبر به عن الدين المعتبر والمرضي والمقبول عند الله. أن كلمة الإسلام دائما لازم نقدر جنبها الإسلام لإيه؟ لله. الإسلام لله، لكن احنا بنختصر بنقولش لله، لكن الإسلام لازم نفهم كل ما نذكر كلمة الإسلام إن الإسلام لإيه؟ لله عز وجل. فالإسلام لله هو التعريف الوحيد الذي يمكن أن يعبر به عن الدين المعتبر والمرضي والمقبول عند الله. هو القاسم المشترك بين رسالات جميع الأنبياء، هو وحده الذي نستطيع أن نقول إنه كان دين نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم السلام ومن تبعهم من المؤمنين. الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام. من أجل ذلك لم يكن لفظ الإسلام مجرد اسم خاص، يعني أو بتعبير آخر هناك إسلام عام وهناك إسلام خاص. إسلام العام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين، أما الإسلام الخاص فهي بعثة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإسلام في حقيقته هو التعبير الوحيد عن جوهر جميع الرسالات السماوية بما في ذلك رسالة موسى ورسالة عيسى عليهما السلام. لم يكن وصف المسلمين مجرد اسم لأتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بل هناك معنى عام للإسلام والمسلمين دل عليه مثل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. إسلام لله في جميع الرسالات ولا يقصد بها فقط أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه وتعالى وهو يقص علينا دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ربنا وجعلنا
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال عز وجل فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقال عز وجل ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال تعالى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال سبحانه فإلهكم إله واحد فله أسلموا. هذه الحقيقة قد تغيب عن فريقين من الناس، الأول غير المسلمين الذين لا يعرفون اللغة العربية على وجه الخصوص، وهؤلاء لا يكاد يتطرق إلى أذهانهم هذا المعنى العظيم الذي يعبر عنه بكلمة الإسلام. هم ينطقونها بنفس النطق، يقولون إسلام باعتبارها علما على دين خاص دون أن يفقهوا معناها الحقيقي لكونهم جاهلين بلغة العرب. والواجب إشاعة هذا اللفظ مقرونا بمعناه بلغة القوم المخاطبين، بحيث كلما ذكرت كلمة الإسلام ذكر معناها في لغة العرب. ولهم تصورات غريبة جدا، يعني هناك بعض الناس في غاية من الجهل. يعني قرأت في بعض الكتب واحد من هؤلاء بيقول إن الرسول عليه السلام إن محمدا هدم الأصنام اللي كانت حول الكعبة وأقام ليحل محلها صنما له مصنوعا من الذهب كي يعبده المسلمون. فيعني أحيانا الشبهة بتكون في غاية التفاهة، بحيث أنك أنت ما تجد ردا على مثل هذا الافتراء. يعني المحض أشياء عجيبة جدا من هذا القبيل، يعني صدت كثير من الناس عن حقيقة دين الإسلام. الفريق الثاني ممن يغيب عنه هذه الحقيقة غير المسلمين ممن يعرفون اللغة العربية، فإنهم إذا سمعوا قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، تنصرف أذهانهم إلى الإسلام الخاص الذي دعا إليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحسبون أن رسالة موسى التي يعبر عنها الآن بالموسوية أو رسالة عيسى التي يعبر عنها الآن بالمسيحية لا تدخلان في عموم الإسلام المذكور في الآيتين السابقتين. مما يؤسف عليه أشد الأسف أن هذه الحقيقة قد تغيب عن كثير من المسلمين، فيحملون الآيتين على الإسلام الخاص ولا يفتنون إلى أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين، وأنهم وأتباعهم أجمعين كانوا مسلمين. ومن أجل توضيح هذه الحقيقة نذكر شواهدها وأدلتها من القرآن الكريم. فقد خاطب الله سبحانه وتعالى رسله الكرام عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام قائلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أمتكم هنا عن إيه؟ ملتكم، دينكم الإسلام. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هذا الموضوع وثيق الصلة جدا بموضوع الإسلام والسيف، لأننا حينما نفقه هذا نعلم أن هذا أن رسالة الإسلام هي الامتداد الطبيعي لدعوة جميع الأنبياء والمرسلين. جميع الأنبياء والمرسلين، جميع أتباع الأنبياء السابقين مطالبون باتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في ضوء هذه الحقيقة. فأمتكم إن هذه أمتكم، يعني إن هذه ملتكم ملة واحدة، لأن كلمة أمة هنا معناها الدين والملة. وقال عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين الإسلام ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال سبحانه وتعالى في حق الأنبياء عليهم السلام، لذلك احنا بندعو بقى ايه للإسلام العالمي مش السلام العالمي، في فرق كبير جدا بين دعوة للسلام العالمي اللي عمره ما هيحصل لأنهم كلهم دجالون نصابون كذابون، لكن الدعوة الحقيقية لصالح البشرية هي إيه؟
الإسلام العالمي كما سنبين إن شاء الله تعالى، وهذا محور مهم جدا وهو محور عالمية الإسلام. أيضا محور آخر مفهوم الأمة المحمدية، ما هي الأمة المحمدية؟ كل من وجد على ظهر الأرض منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فهو من أمة محمد. يعني جورج بوش من أمة محمد، اليهود النصارى الشيوعيون كل هؤلاء من أمة محمد، بمعنى أنهم الذين بعث فيهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مسؤولون عنه ومحاسبون طبقا لموقفه من هذا الدين، فهم أمة محمد معنى أنهم بعث إليهم وهم مسؤولون عن رسالته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله عز وجل في حق الأنبياء عليهم السلام: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فهذا خطاب وصف الأنبياء وأتباعهم بوصف الإسلام. وقال سبحانه وتعالى حاكيا عن أول رسول منه إلى أهل الأرض وهو نوح عليه السلام أنه قال لقومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا نوح عليه السلام. أما إبراهيم فيقول الله عز وجل في حق إبراهيم عليه السلام: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال عن إبراهيم ويعقوب عليهما السلام: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم. يعني أسلم لله. دايما كلمة الإسلام أو فعل الإسلام لازم تجيب بعدها تقدير إيه؟ لله. إذ قال بدليل قال هنا إيه؟ إذ قال ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، فهذا تعدى باللام، لكن احنا اختصارا بنقول الإسلام، لكن هي الإسلام لله. قال إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما يعقوب خاصة فقد قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أما يوسف عليه السلام فقد قال في دعائه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أما لوط عليه السلام فقد قال عز وجل في حقه: قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقال عز وجل عن موسى عليه السلام: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال عز وجل حكاية عن سحر فرعون الذين آمنوا بموسى: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال حكاية عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وقال عز وجل حاكيا عن بلقيس: قالت يا أيها الملأ وإني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. يعني سليمان كان نبيا يدعو إلى الإسلام، فلماذا يقام هيكل سليمان مكان المسجد الأقصى؟ لماذا؟ شريعة سليمان نسخت، ولو كان سليمان حيا ما وسعه إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نحن أولى بجميع الأنبياء من هؤلاء الذين ينتسبون إليهم زورا وبهتانا لأنهم ليسوا على ملتهم. وقال عز وجل: فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين.
وقال أيضا قيل لها دخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أما عيسى عليه السلام فقد قال سبحانه وتعالى في شأنه: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال تعالى عن الحواريين: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال سبحانه: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، إلى آخر الآية. قال الزمخشري في قوله تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا، أريد بإجرائها، أي أريد بإجراء هذه الصفة، التعريض باليهود. يحكم بها النبيون الذين أسلموا، أما أنتم أيها اليهود فقد رفضتم أن تسلموا لله، التعريض باليهود، وأنهم بعداء عن صلة الإسلام التي هي دين الأنبياء كلهم في القديم والحديث، وأن اليهودية بمعزل. وقال ابن منظور في لسان العرب: وقوله تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا فسره تغلب فقال: كل نبي بعث بالإسلام غير أن الشرائع تختلف. وقال تعالى عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. يعني أن المؤمنين منهم بدينهم حقا، يقولون إن كنا من قبل نزول القرآن مسلمين، فلم يقولوا إن كنا من قبله يهودا أو نصارى. وقال عز وجل: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هذا النص القرآني يوحي بماذا؟ أولا أن الدين عند الله الإسلام، وأن الله لا يقبل من أحد دينا سوى الإسلام، وأن من في السماوات والأرض قد أسلموا لله عز وجل طوعا وكرها، وأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وهو إسرائيل والأسباط وموسى وعيسى وجميع الأنبياء مسلمون. خاطب الله تعالى هذه الأمة المحمدية قائلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هناك الإسلام العام قاسم مشترك بين جميع الأنبياء، وهناك إسلام خاص وهي رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالإسلام دين مشترك هتف به جميع الأنبياء عليهم السلام، وهو يعني الطاعة والانقياد والاستسلام لله تعالى بفعل ما يأمر به وترك ما ينهى عنه. ولذلك فإن الإسلام في عهد نوح عليه السلام كان يتحقق باتباع ما جاء به نوح، وكانت كلمة النجاة في رسالة نوح: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نوحا رسول الله. في عهد موسى كانت كلمة النجاة: لا إله إلا الله موسى رسول الله. في عهد عيسى كانت كلمة النجاة: لا إله إلا الله عيسى رسول الله. وهكذا كانت كلمة النجاة في الرسالة الخاتمة الخالدة: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا كان مقتضى إيمان قوم موسى عليه السلام عبادة الله وحده لا شريك له، والإيمان بالتوراة والانقياد لشريعة موسى عليه السلام. وليس الدين لموسى، فينفعش نقول الموسوية على أنها مصدر صناعي، لأن موسى لم يؤسس دينا زي يقول الناصرية والماركسية والفرويدية إلى آخره. لا، لا يصح إطلاقا نقول المسيحية أو الموسوية أو فضلا عن المحمدية،
كما يفعل المستشرقون. فليس الدين لموسى، موسى مجرد مبلغ عليه السلام، الدين ليس لموسى ولكنه دين الله، وموسى رسوله والمبلغ عنه. والذين اتبعوا موسى وآمنوا بالتوراة التي أنزلت عليه كانوا مسلمين خاضعين لله سبحانه وتعالى، فإنهم بهذا الإيمان والانقياد والخضوع والاستسلام لله عز وجل إنما يكونون قد أسلموا لله فيما أرادهم أن يسلموا له فيه. وتوالى رسل الله بعد موسى عليه السلام، وكان مقتضى الإسلام لله عز وجل الإيمان بالرسل جميعا وبرسالاتهم، وهكذا إلى أن بعث الله عبده ورسوله عيسى المسيح عليه السلام، فدعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والانقياد لشرعه، والإيمان بكتابه الإنجيل المنزل من عند الله. وليس الدين للمسيح، وإنما هو دين الله الذي أرسل به جميع رسله وأنبيائه. والذين آمنوا بالمسيح عليه السلام وبالإنجيل كانوا مسلمين خاضعين لله سبحانه، لأنهم أسلموا لله فيما أرادهم أن يسلموا له فيه. هكذا أيضا كان مقتضى إيمان الأمة المحمدية التصديق بتوحيد الله عز وجل لا شريك له، والإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن العظيم. فليس الدين لمحمد ولا لعيسى ولا لموسى، إنما هو دين الله، دين واحد هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين الوحيد المقبول والمرضي عند الله هو دين الإسلام. خلاصة الكلام في هذه القضية أن من الخطأ أن يسمي البعض هذا الدين الذي هو الدين عند الله بالموسوي أو المسيحية أو المحمدية، إنما هو الإسلام، دين واحد أرسل الله به جميع الرسل عليهم السلام داعين أممهم إليه، فمن أجابهم كان مسلما. الثاني، التنبيه الثاني، أن من الخطأ الفاحش أن يطلق بعضهم لفظة أو عبارة الأديان السماوية. الأديان السماوية تحث على النظافة، الأديان السماوية كذا، ما فيش أديان سماوية، هذا خطأ فادح وجريمة كبرى في حق دين الإسلام. كيف تكون نزل من السماء وأديان متعارضة في بينها، واحد يعبد الرسول الذي أرسل إليه وهو المسيح، والثاني يعبد إلها ويفتري عليه الكذب في الصفات ونحو ذلك، والمسلمون يعبدون إلها واحدا لا شريك له. فهناك هذا خطأ فاحش جدا، ولا يجوز أن يتسامح معه إطلاقا استعمال عبارة الأديان. ممكن نقول الرسالات السماوية، لأن الرسالات متعددة، الرسل كثر، لكن الدين لا يجمع أبدا، إنما هو دين سماوي واحد، فلا توجد أديان سماوية متعددة، إنما الذي أنزل من السماء دين واحد هو الإسلام، وذا اللي يجمع البشر على الحق. وهو عشان كده بنقول دعوتنا إلى الإسلام العالمي وليس إلى السلام العالمي الكاذب. يقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الذي يتعدد هو الرسالات السماوية أو الشرائع السماوية أو الأحكام العملية التي تختلف من نبي إلى آخر، طهارة والصلاة وأحكام الزواج والمعاملات وغير ذلك. أيضا من هذا الذي قدمناه يتقرر أيضا بطلان الفكرة الضالة الداعية إلى التقريب بين الأديان السماوية، لأنه ليس هناك أديان سماوية، إنما هو دين سماوي واحد الإسلام. فمحاولة التوفيق بين الإسلام وغيره من الأديان إنما هي محاولة للتوفيق بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، بين دين سماوي واحد أنزله الله وبين دين صنعه البشر أو حرفوه وغيروه. وإذا كان الدين عند الله واحدا فكيف يمكن التقريب أو فكيف يمكن الدعوة إلى التقريب بين الشيء ونفسه؟ ثم إن العقيدة الوحيدة الصحيحة على وجه الأرض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى اليوم لا توجد إلا في الإسلام، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه من التحريف والتغيير، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهي نفس العقيدة التي دعا إليها كل الرسل الكرام في كل زمان ومكان،
لا تختلف من رسول إلى رسول ولا من زمان إلى زمان. أما ما عداها فهي عقائد فاسدة متعددة، وفسادها ناشئ عن كونها نتاج أفكار البشر وأهوائهم. وقد يكون أصل بعض هذه العقائد صحيحا، لكن التغيير والتحريف طرأ عليها كما هو الحال في زماننا هذا بالنسبة لليهودية والنصرانية. ثم إن هذه العقائد الأرضية أو المحرفة هي التي تقبل التعدد، فتوصف بأنها أديان، لأن الله عز وجل سمى الوثنية دينا، قال عز وجل مخاطبا قريش: لكم دينكم ولي دين. وقال عز وجل عن فرعون: إني أخاف أن يبدل دينكم، وكان دينهم عبادة فرعون. وقال عز وجل في حق يوسف عليه السلام: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. فالأديان مطلقا متعددة، ويوصف الدين الباطل أيضا بأنه دين على ما بينا. إذن هذا المفهوم مهم جدا، ونحن نتناول هذه القضية، وهو مفهوم الإيه؟ الدين، الدين عند الله. من المفاهيم المهمة جدا في هذه القضية مفهوم الأمة في الإسلام. فالمفهوم السائد عند علماء الاجتماع وعلماء التاريخ عن الأمة مختلف تماما عن مفهوم الأمة في الإسلام. فأهل الإسلام ليسوا أمة على المعنى المصطلح عليه عند علماء التاريخ والاجتماع، والذي يعني طائفة من الناس توافقت فيما بينها وتألفت في خصائص معينة، وحدة الأرض، الوطن، أو الجنس، أو كذا أو كذا من هذه القواسم المشتركة التي تجعل منهم إيه؟ أمة وجماعة. لكن أمة الإسلام، مفهوم الأمة في عند الإسلام مختلف تماما عن هذا المفهوم، لأن أمة الإسلام تضم كل من اعتنق الدين من أي جنس أو لون أو قطر في الشرق والغرب. فالإسلام ليس نحلة ضيقة، وأهل الإسلام ليسوا تلك الأمة المنحصرة في نفسها. فهذه الرسالة، يعني نحن بالنسبة لمفهوم الأمة، يعني نحن دائما نتداعى إلى الاهتمام بأمة الإجابة، بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قل من يلفت النظر إلى أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يعبر بها فقط عن الذين استجابوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأسلموا دينهم لله، الذين هم أمة الإجابة، لكن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تشمل أيضا أمة الدعوة. أمة الدعوة وهي تشمل كل المخاطبين برسالة الإسلام ممن دب على ظهر هذه الأرض منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، مهما اختلفت أزمانهم وأماكنهم وأديانهم. من الخصائص التي اختص بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه أرسله الله إلى الناس كافة. قل عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وقال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه الرسالة المحمدية تخاطب جميع الناس بلا تخصيص، وهي موجهة إلى كل من كان في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى كل من سيأتي بعده إلى يوم القيامة، لأنها خاتمة الرسالات السماوية. يقول سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. وبيّن الله عز وجل أنه أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم هذا القرآن لينذر به قومه، وينذر به كل من بلغه هذا القرآن من العرب والعجم في كل زمان إلى قيام الساعة. يقول تبارك وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به أيها الحاضرون ومن بلغ، يعني ومن بلغه القرآن إلى قيام الساعة. وقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. ذكر منهن: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة.
وقال صلى الله عليه وسلم: أيما أهل بيت من العرب والعجم أراد الله عز وجل بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. وإذا كنا نعي ونتدبر جيدا قول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإذا كنا نعتز بسنته صلى الله عليه وسلم ونتخذها شعارا لنا وفي قوله صلى الله عليه وسلم: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف كان هديه في دعوة الأمة التي بعث إليها؟ ونخص بالذكر هنا أمة الدعوة. لقد كان صلى الله عليه وآله وسلم حريصا أشد الحرص على تبليغ الناس هذه الدعوة، ومن مظاهر ذلك أمره بالتبليغ عنه ما تيسر ولو آية واحدة من القرآن. قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا المؤمنين به: بلغوا عني ولو آية. وكان يرغب أصحابه في الاجتهاد في الدعوة إلى الله وينوع الخطاب في ذلك، فهو صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهو القائل: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وكان يسر جدا باستجابة المدعو إلى التوحيد، ومن ذلك ما ثبت من أنه لما دعا يهوديا فأسلم فرح واستبشر، وقام صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الشفقة على الخلق عظيم الرحمة بأمته حتى الذين لم يستجيبوا لدعوته، قوي الرغبة في هدايتهم، وكان يبلغ في نصحهم الحد الذي لا مزيد عليه. أليس هو صلى الله عليه وسلم القائل: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيه وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. وفي لفظ متفق عليه: وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجازكم عن النار، هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني فتقتحمون فيها. بل كان يبلغ حزنه وحسرته على عدم هدايتهم حدا يوشك أن يذهب معه نفسه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. وما أكثر ما نزل الوحي يخفف عنه ويعزيه وينهاه عن هذا الأسى ويأمره بالرفق بنفسه، كقوله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني عشان نتخيل كده، تخيلوا منظر واحد بيودع أحب الناس إليه وقد ركب القطار، وفجأة القطار بدأ يتحرك رويدا رويدا، وهو من شدة حرصه على أن يتحدث معه أو يناجيه ظل إيه بيجري وراء القطار وهو بيتحرك، لحد ما عجز وأفلت القطار لشدة سرعته. أنا بس بنقف عند كلمة إيه؟ على آثارهم. شوف كلمة على آثارهم، مش عايز ضيع فرصة لحد ما الموضوع خرج من إيديه رغما عنه. فأنا بس بذكركم بالمثل ده علشان إيه؟ نستحضر كلمة على آثارهم، يعني هم يعرضون عنه وهو حريص على دعوته. فتأمل هذه الآية: فلعلك باخع نفسك، هتموت نفسك، هتهلك نفسك من الحزن عليهم لأنه لم يهتدوا. فصدق الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الناس بتحاول تصور لنا التدين أنه عذاب ومشقة وضغوط، في حين التدين رحمة وتحرير للإنسان. يقول الزمخشري: شبهه وإياهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا به، وما داخله من الوجد والأسف على توليهم برجل فارقته أحبته وأعزته، فهو يتساقط حسرات على آثارهم ويبخع أن يهلك نفسه
وجدا عليهم وتلهفا على فراقهم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فالوحي كان ينزل يخفف عليه من شدة شفقته على أمته صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل أيضا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال جل وعلا لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، تهلك نفسك بسبب حزنك على عدم استجابتهم لدعوة الحق. وقال سبحانه وتعالى فلا تأس على القوم الكافرين، لا يستحقون أن تحزن عليهم هذا الحزن. إن هذه الأمة نائبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تبليغ شرعه وإقامة الحجة على أهل الأرض قاطبة، فهم شهداء الله في الأرض كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كما قال الله عز وجل في كتابه المجيد مبينا وظيفة هذه الأمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فوظيفتها هي وظيفة الأنبياء الشهادة على الناس. يعني إيه شهادة على الناس؟ بلغناهم فلم يستجيبوا، مش دي الشهادة على الناس؟ إقامة الحجة على من لم يؤمن، اللي بيؤمن خلاص بينجو ويدخل في الإسلام، لكن من لم يرفع بذلك رأسه يبقى قامت عليه الحجة معذرة إلى ربهم إلى ربكم ولعلهم يتقون. فإقامة الحجة أحد أهداف الجهاد الإسلامي، فلم تكن في يوم من الأيام إطلاقا الهدف من الفتوحات الإسلامية إكراه الناس على الدخول في الدين إطلاقا. هذه فرية بلا مرية، ولا يمكن أن تتصور، أنها تتصادم تماما مع جوهر الإسلام، وهو احترام الإرادة البشرية في الاختيار. مش معناها احترام بمعنى أنه كله سواسية يا جماعة واللي عايز يكفر يكفر، لا، هو الآية بتقول فمن شاء، دي تهديد، تهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. مش معناها حرية الكفر، لكن معناها حرية الإيه؟ الاختيار. ثم إنه مسؤول أمام الله عز وجل وسيحاسب. لذلك الآية بعدها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. واضح؟ فالشاهد من الكلام وظيفة الأمة الشهادة على الأمم، أننا بلغناهم فلم يستجيب، لأن الرسول خاتم النبيين لا نبي بعده، فكيف تقام الحج على أمة محمد بعد وفاته بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء، يقومون بنفس وظيفة الأنبياء. ولذلك يقول تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلا شك أنه على رأس المعروف الذي تأمر به هذه الأمة الإيمان بالله والدعوة إلى دينه والجهاد في سبيله لتبلغ كلمة الله إلى سائر البشر. وإلا فبماذا تشهد يوم القيامة إذا دعيت للشهادة التي حملتها في هذه الدنيا؟ شهد التاريخ فصولا مشرقة قامت فيها هذه الأمة بنشر نور الإسلام في آفاق الأرض، وتجلى فيها حسن فقههم لهذه الوظيفة الشريفة. تأمل موقف ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه حينما أرسله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رسولا إلى رستم قائد الفرس قبل موقعة القادسية، لأن هذه من آداب الحرب في الإسلام أو الجهاد، إن لابد أولا من دعوة من الإسلام، مفيش حاجة اسمها حرب مباشرة مباغتة، لازم الأول يبلغهم الرسالة، إذا كان في شبهات يزيلها ويقيم عليهم الحجة، يدلل على النبوة والتوحيد إلى آخره. دعوة قبل القتال لابد منها. فسأله رستم ما جاء بكم؟ فأجابه ربعي الله ابتعثنا والله جاء بنا ليخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه. وتجلى إدراكهم لهذه الوظيفة فيما قام به الصحابة الأخيار رضي الله عنهم والتابعون الأبرار والمجاهدون الشجعان حتى التجار الرحل الذين جابوا أقطار الأرض يحملون هذا النور العظيم ويخرجون به الناس من الظلمات إلى النور. ولئن تنادى كثير من الأمم اليوم بما اصطلحوا على تسميته حقوق الإنسان، فإن واجب المسلمين اليوم أن يلفتوا نظر الجميع إلى أن أعظم حق من حقوق هذا الإنسان وأخطره على الإطلاق
هو حقه في أن تبلغه دعوة الإسلام صافية نقية بلا تشويه ولا تعمية ولا تضليل، فإن قبلها نال سعادة الدنيا وسعادة الأبد، وإلا فقد قامت عليه حجة الله عز وجل القائل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إن كل من يصد عن دين الله بتشويه أو إرهاب لهو عدو لهذه الإنسانية. يبقى المجرم في حق الإنسانية مش بس اللي بيقتل بطريقة البشعة المعروفة، مجرم في حق الإنسانية الذي يشوه الإسلام، الذي يصد عن دين الإسلام، الذي يفتري الشبه ليشوش على الناس ولا يدخلوا في دين النجاة. فكل من يصد عن دين الله بتشويه أو إرهاب هو عدو هذه الإنسانية الهائمة على وجهها، والتي تبحث عن المنقذ الحقيقي بعد أن أعلنت جميع النظم البشرية والعقائد الزائفة إفلاسها. ومع تفريط المسلمين اليوم في أداء الحق الأعظم والواجب المحتم تجاه البشرية اليائسة التي تتوق إلى هداية الإسلام، إلا أن هناك ظاهرة عجيبة يشهدها العالم أجمع، ألا وهي أن الإسلام يغزو قلوب الملايين في أرجاء المعمورة، بالرغم من أن الجهود المبذولة في الدعوة إليه حتى الآن جهود فردية تفتقد ذلك التخطيط والتنسيق والتمويل والمنهجية التي تحظى بها مثلا الكنيسة النصرانية وبالذات الكاثوليكية، وما يتبعها من منظمات كهانوتية كالفرنشسكية والدومينيكية والجزويت، وكذلك ما تنظمه الهيئات البروتستانتية من حملات التنصير، تعد رجالها في معاهد متخصصة وتنفق عليها المال الوفير، ثم تبثهم في الآفاق البعيدة للدعوة إلى دينها المحرف بأساليب مدروسة، وقد يبلغ الأمر ببعض دعاتهم إلى أن يطلق الدنيا ليخلص للدعوة إلى النار خلوصا تاما، كما نعرفه في جماعات الرهبان النصرانية والبوذية. ومع هذا كله تذهب جهودهم هباء، وتكون أموالهم عليهم حسرة، ثم لا يجنون سوى الخيبة والخسران في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأخزى. أجل ينتشر الإسلام مع هذا التفريط من جانب أتباعه، ومع هذا الكيد من جانب أعدائه، فما سر هذه الظاهرة المباركة؟ إنه هو الإسلام نفسه، دين الفطرة، دين التوحيد، دين الطهارة، دين النظافة في العقيدة والنظافة في الأخلاق والنظافة في العبادات والشرائع. داعية الإسلام الأكبر هو الإسلام نفسه، لأن في جاذبية ينجذب إليها كل من فيه خير. فداعية الإسلام الأكبر هو الإسلام نفسه بما تضمنه من فضائل، وإن قوة الإسلام الذاتية التي أودعها الله فيه هي التي تقهر المناوئين له مهما عظمت تنظيماتهم وكثرت أموالهم، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فما أحوجنا اليوم إلى تنمية هذه الظاهرة المباركة والتفتيش وراء الأسباب التي تقويها وتدعمها ومواجهة المعوقات التي تخف في طريقها. ما أحوجنا إلى متابعة التوجيه والتعليم والنصح لمن يعودون إلى دين الفطرة واستمرار دعوة من لم يعودوا بعد. ما أحوجنا إلى تبليغ حقائق هذا الدين التي غابت أو شوهت في نظر بعض المسلمين فضلا عن غيرهم. وما أحوجنا إلى دفع شبه الخصوم التي يصدون بها الناس عن دين الله عز وجل. في الحقيقة نحن الآن في ظرف مختلف تماما عن عندي قبل. صحيح المسلمون في حالة من الضعف الشديد والقهر من الأمم الغالبة، لكن عندنا فرصة الآن غير مسبوقة. عملية يعني رغم أن ثورة الاتصالات والمعلومات يعني لها كثير جدا من السلبيات، لكن المسلمون لا يخشون أبدا من الحوار. ياريت الناس اللي بتدعو للحوار يكونوا صادقين. ده دجل، كله دجل، لكن لو فعلا في حوار دي يعني أكثر وأعظم من يستفيد من الحوار الحر النزيه هو المسلمون مع أي حد، لأن الله سبحانه وتعالى قضى كما أخبر النبي
صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين، سواء بالظهور العلمي بالحجة والبيان، وهو هذا هو المستمر دائما. واضح؟ لابد أن الإسلام في أي مواجهة نزيهة قطعا سوف يغلب وتقوم الحج على يعني الخلق. فالآن توجد فرصة من خلال الانفتاح العالمي والتواصل السهل جدا بين الشعوب في عملية يعني تبليغ الإسلام. في يوم من الأيام كنت في أمريكا قبل 11 سبتمبر، طبعا الأمور اختلفت بعد ذلك، في أحد المؤتمرات يعني، فجم في الجلسة الافتتاحية قالوا كل واحد يرتجل كلمة غير معدة، فقلت الكلمة التي كنت قلتها، قلت يعني أن الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعوهم بإحسان كانوا يبذلون بذلا كبيرا جدا من أجل تبليغ الدعوة عن طريق الجهاد، بذل الأموال والأنفس والأولاد والانتقال في أفاق الأرض لكي يزيلوا العقبات كي يبلغوا الناس مباشرة الدين الحق. فكان الثمن غاليا جدا. الآن أنتم تعيشون في قلب أمريكا أو في قلب العالم الغربي، حيث فعلا كان في قدر عظيم جدا من الحرية، وضع يعني غير عادي بالنسبة للوضع قبل 11 سبتمبر، كان في حرية غير عادية في أمريكا، يعني حاجة لا يحلم بها الإنسان إلا في الخلافة الراشدة، موضوع الحرية. هو في سور برضو، بس السور إيه؟ أوسع من عندنا. فقلت لهم يعني أنتم الآن موجودين في داخل قلب الكفار في جوه بلادهم، ولكم الحرية في الكلام، حرية مطلقة أن تتكلم بما شئت وتدعو وتقيم جماعات وتنظيمات وتسافر وتتحرك، ما في أحد يتعرض لك أبدا على الإطلاق، فقد قامت عليكم الحجة لأنكم لم تطالبوا لا ببذل دماء ولا أموال ولا انتقال عن الأوطان، وإنما فقط أن تقوموا بتبليغ هذا يعني الدين. فهذه بعض الأفكار فيما يتعلق بأننا يمكن أن نستغل الوضع العالمي الآن، الانفتاح والتواصل سواء عن طريق النت أو الفضائيات أو غيرها، الوسائل الآن أصبحت عميقة جدا، لكن لابد أن يكون الإنسان يعني مؤهلا لمثل هذه الوظيفة. نحن ندعو إلى الإسلام العالمي وليس إلى السلام العالمي، لأن لن يحصل، كله دجل، لكن سعادة البشرية في أن تسلم وجهها لربها تبارك وتعالى. أخيرا، هناك حقيقة لا مراء فيها، أجمع عليها المسلمون واتفق عليها المنصفون واعترف بها كثير من غير المسلمين، وهي أن المستقبل للإسلام، وإن الوعد الذي وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار حيث لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا كان مدخل لابد منه قبل الولوج إلى القضية مباشرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.